سلام، وش حوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا هانيين ومتهنيين. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. فيديو اليوم حتعجبوا معايا صباحه الجمعه ونهار السبت لقطات منه كيما ديما. ابديتكم كيما ديما ومتعودين عليا، اليوم وجدت الرغوه تاع الكابوتشينو اللي نوجدها بفنجان تاع تاي، فنجان تاع ما، فنجان تاع سكر، وحطيت القهوه تاعي من هيها وجيت على صباح ربي لقيت الكادو. هذا بالنسبه لي احلى كادو في حياتي، هو هذا. كي نجي صباح نوض نلقى الكرواسون، نلقى به نفطر تكون حاجه بنينه. انا اعطيني الفطور وما تعطيني حاجه، انا كيما هك. نروح نستمتع بالكويس تاع الكابوتشينو ونعاود نرجع لكم. كيما ديما نقول لكم، انا ماشي كل يوم نفطر كيما هكا بالراحه، لا، كي يعود عندي الوقت غير في الويكاند ولا كي يعودوا في اليامات. انا ما نكونش عندي خدمه بزاف وما تكونش عندي ضغط بزاف، فهداك النهار نشرب الحليب كيما هكا بعقلي، بصح الشمع راني شاعلها مطول. ومن بعد عديت للكوزينه. شكون كيما انا من الناس اللي لازم يكون قدامي الماء، سينو ما نشربش خلاص. ولفت كيما هكا نحط قدامي كاس هذا الكبير باش نشوف روحي قداه شربت في النهار، وندير له عصره تاع قارص. كي يقعد عندي القارص ماهوش متريتي من برا، نحط طرونشه تاع قارص كامله، ولكن عندي القارص كيما اليوم متريتي نقصه كيما هكا ونعصر قطرات ونحط قدامي الكاس تاع الماء باه نشرب. وجدت الحوته حطيتها في الفور، خليوها تتحمر. في عقلها ما درتهاش معاكم خاطر وفشريتها معاكم قبل في فيديوهات، دوك نحط لكم في الانفو بوكس لغسات. واي واحد يعرف يدير الحوت راح ندير معاه بطاطا، نقشرها نغسلها نقصها قد بعضها من الاحسن، نحطها في الماء. كي تبدا تغلي كيما هيك، بعد كي تهز الغليه كيما هيك واحد زوج دقائق برك ونصفيها. رجعت للماء تاعي كيما قلت لكم، راني نشرب وراني نخدم هكا الطريقه هذه. جربوها راح تلقاو روحكم قاعدين تشربوا في الماء، ما تحسوش يعني، ماشي كي يقعد الكاس قدامكم ما تنساوش. حطيت البطاطا تاعي باش تستقطر، راح ندير معاكم واحد لاغوسات في الفيديو الجاي ان شاء الله نعطي لكم واش درت بها. انا درت كعبات تاع ثوم والروز مارينو، هذاك راهو الاكليل، الاكليل تاع اكليل الجبل راهو كاين. هاد لاغوسات شفتها عند ابو جوليا، نورمالمون ما تعرفوه، راهو معروف بزاف في الفيسبوك. جربتها صدقوني بنينه ياسر صح. نحطوا الروز مارينو والثوم في كسرونه، ومن بعد نحطوا الزيت حتى يتغطى هذاك الثوم قد قد، تما النيفو تاع الزيت يكون مع الثوم. نحطوهم فوق الغاز، حطوهم على العين الصغيره خلاص، ونقصوا الغاز على الاخر خلاص، ما تقويوش عليه الغاز، ونخليوه باش يبدا يغلي هذاك الزيت. كي شغل راهو يطول شويه باش يغلي، بصح شوفوا رهنا راه بدا بالعقيله. هي نورمالمون نحطوا معاه تاع شويه تاع فلفل حار ورشه تاع الملح، انا درتها من بعد خطر نسيتهم. حطيتها فوق الغاز ورجعت للبطاطا، هاني بعد ما صفيتها حطيتها فوق البابي كويسون، نحط لها شويه زيت زيتونه. وانا عندي انا لي زيبيس هذوما واجدين بعد البطاطا في الفور، اللي ما عندوش يدير شويه ملح فلفل الكحل، توم بودر، شويه تاع بابريكا، والكليل تاعنا مدريحه مليحه للبطاطا. انا هذه الخلطه فيها كلش حتى الملح فيها. البطاطا كي تحطوها تغلي ما تحطولهاش الملح، ما تحطولها والو، حتى من بعد خلاها كي تصفيوها في ليطاب دي باش تحطوا لها لي زيبيس والملح. نخلطوها كيما هاك شويه ونحطوها في الفور، حنحطها تتحمر في الفور. درت الحوت في الفور، حتى البطاطا راح نديرها في الحوت، في الحوت سي في الفور باش تتحمر. هنينا بعد ما تفكرت الفلفل كيما قلت لكم، انا عندي فلفل حلو ماشي فلفل حار، زدت رشيشه صغيره تاع الملح وشويه تاع فلفل، ونقصوا الغاز ونخليوه. كي يبدا يغلي الغاز راهو ناقص خلاص، يبدا يغلي بعد تطلع واحد الريحه ما نحكي لكمش، تهبل تهبل. تبقاو تسناو عليه حتى يولي الثوم تاعكم يبدا يحمر بشويه. البطاطا كيما شفتونيها، ولازم تحطوها كشغل ما تحطوش الكعبه فوق اختها، لازم يكونوا كل كعبه وحدها. الحوته هنايا راهي طابت، درك نحيها باه نحط البطاطا تتحمر، وراني يدمن ويدمن يا حليل يعني، والله المراه يعني يعطيها الصحه في الكوزينه. وعن بالي راكم كل شطرات يعني، الله يبارك عليكم. هنا شوفوا الثوم يبدا يتحمر، هنا يبدا يتحمر الثوم تاعنا، نطفيو الغاز ونخليو الزيت تاعنا هذاك حتى يبرد خلاص، ونحطوه في البلار. خ
خلاص هنا التوم تاعي راهو تحمر، طفيت عليه خليته يبرد. ومن بعد جيبوا اي بلاره تخبيوها فيها زيت، هذا راح ديروا به ساندويتشات روعه بالخبز تاع التوست ولا باي خبز عندكم. المره الجايه ان شاء الله نعطي لكم واش درت به. خدمتي في الكوزينه كملت. ديما نبدا كيما قلت لكم قبل في الفيديوهات، نبدا بغدايا هو الاول. كي ندير الغداء نتهنى فراشي، حطيت واحد الدقه يضربوا الهواء، وراح نحط انا النوار تاعي شويه برا يضربوا الهواء. كي شعلنا الشوفاجات في الدار ولات كاينه سخانه قويه على بلون تمساك، لقيتهم كي شغل بداو يتحرقوا لي شويه، خرجتهم يضربهم الهواء ويتنفسوا حتى هما. وعديت فرزت فرزه خفيفه البيروات تاع البنات. كيما تعرفوا هذه الخدمه تاع البيروات محسوب كل صبحه ولا نهار بعد نهار، لازم ديما نمسح من البيروات تاعهم، خاطر مهما واش تفرزي ديما ترجعي تلقايها مرويه، الكتب مشي بلاصتهم، البيروات خامجين، كلش مطيش في بعضاه. المهم فرزت فرزه خفيفه لبيت البنات وفرزه خفيفه للصالون، درت اجواء شتويه بصيف ما برد عنا شويه الحال، بحوايج بسيطه نديروا هذاك الدفء تاع فصل الشتاء. وراكم معايا في الفيديو.
وهذا هنا كان نهار السبت، نعتلكم لي برودوي اللي نستعملها من هناك شفتوهم. بعد ما فطرت والحمد لله ما كان عندي والو باه نستقهوى، تفكرت حلوة الفرشيطه ولا جاتو الفرشيطه تاع زمان، درت فيه زوز عظمات، كاس تاع سكر غلاس، كاس تاع نشا، اللي ما يحبش النشا يدير حتى غير زوز مغارف برك، نخليهم يتخلطوا كل مع بعضهم، والزيت نحطوه بشويه بشويه ونبقاو نخلطوا. اللي ما عندوش بيتخا يقدر يديرها نورمال بالباتور، ما كان حتى مشكل، ولا تخلطوا غير بيديكم. المهم الزيت تحطوه بشويه باش من بعد كي نلموا لاباط كي نحطوا الفرينه ما تطلقش الزيت تاع الفرينه هذيك. حطينا كيما قلت لكم زوز عظمات، كاس سكر غلاس، كاس تاع نشا، كاس تاع زيت، ومن بعد نحطوا الفرينه بالعقل ونحطوا لها قيمه 15 غرام تاع خميره الحلوى. شفتوا العجينه كيفاه تكون، ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش طريه خلاخلا. انا نكعبرها كيما هكا ونديرها بالطول ونحطهم قدام بعضاهم وندير بالفرشيطه باش كي شغل تجيني الكعبه قد اختها. انا نخدم كيما هك ونخليهم شويه اخشان، صراحه ما نحبش نحطهم فوق بعضهم، تجيني شغل الكعبه مضبوطه بزاف، انا ما نحبهمش خشان بزاف. خليت الكعبات بالدم هك باش يجيوني منفوخين هكا، بعد باش كي ينتفخوا نحط لهم الشيكولا ونخلي كل كعبه وحدها. حطيت الجاتو يطيب، وكنت ديجا قبل بعد وجدت لاصوص بولونياز، وجدت لاصوص بيشاميل، غليت المكرونه ودرت مكرونه بالبيشاميل. الناس كل تعرف تدير مكرونه بالبيشاميل، كان هذا هو غدايا. حطيت كيما قلت لكم الجاتو تاعي اي طيب، ومن بعد نحطوا المكرونه الطيب. شوفوا الكعيبات الله يبارك كيفاه جاو منفوخين. قلت لكم يا الفور سخنوه على 180 درجه، شعرت له من فوق وشعرت له من تحت. انتم اللي تحبوه يبقى ابيض خليوه ابيض باه يجيكم طري، انا نحبه شويه قرمش تتحمرته شويه يا برك. صدقوني وصفه سهله. هنا حبيت نعطيكم باللي كي تحطوهم فوق بعضهم راح يجيو بزاف خشان، انا ما نحبهمش هكا. ذوبت شويه تاع شوكولا نوار وخلطت معها شويه تاع شوكولا بالحليب، وكانوا فيها شويه تاع لوز، واحد كعبات تاع لوز من داخل الشوكولا هذه. شو كيفاه جات روعه. غطسوهم كيما هكا، فرشت البابي كويسه وحطيتهم باش ينشفوا هكا، ودرت لهم الفوق شويه تاع بيستاش. حبيت نتا نقول لكم حاجه، كي تحطوهم يطيبوا لي ما عندوش بابي كويسون يقدر يرش البلاطو تاعه بشويه تاع فرينه برك ويحطهم يطيبوا نورمال. هاني جربت انا زوج كعبات هنا حطيتهم فوق بعضاهم، كيما قلت لكم ما عجبوني، جاوني خشان بزاف. كل كعبه وحدها خير حتى من لا كونتيتي تجيكم كبيره، تجي الله يبارك يعني بزوز عظمات جاتني كميه لاباس عليها. ما نحكي لكمش روعه، مع كويس تحليب ولا فنيجه القهوه ولا حتى تايه روعه. وبعد ما تغدينا وريحت شويه العشيه بيان سور لازم تهلا في روحي، رحت درت صبغه غدية ساعدتني روعه، سونز امونياك تهبل، تخلي الشعر يبقى يبري وارطب على الكيف، يعني ما تهلكش الشعر خلاص. ولازم العبد يتفكر روحه، خاطركم ما يتفكرش روحه، واحد ما يتفكره لازم نقيم برواحنا تانا حتى نفسيتنا ترتاح شويه. صبغه برك ودوش والله تحسوا بروحكم راكم طايرين هكا، تحسوا بنفسيتكم مرتاحه. وبعد ما صبغت شعري ودوشت الله الله، رحت لميت الجاتو هذاك تاعي ولا حلوه الفرشيطه، الجاتو الفرشيطه بعد ما كان حكم روحه مليح هذيك شوكولا حكمت روحها.
خبيته وجدت فيها زوز كويسات تاع تيزانة ليا والبنتي، وإحنا باش نكملوا الفيلم تاعنا اللي ديناه السمانة الفايتة. وبهيك نقول لكم الفيديو تاعي راهو قرب يفض، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. الى عجبكم كيما العاده ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني في لاشين باه يوصلكم كل جديد، مش تتفرجوا وتروحوا ما ديروش اللايك. هاي ديروا اللايك. انا نقول لكم تهلاو في روحكم وبزاف بزاف في صحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعات الخير. انا نقول لكم قول خير، تشاو تشاو.